السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هحضر معاكم فتة لحمة. هنا عندي المية على النار بتغلي، بعد كده بضيف الحبهان ورق الروري ومعلقة خل ومعلقة سكر صغيرة، بيساعدوا في تسوية اللحمة. بضيف اللحمة كده وبسيبها تستوي، وبضيف الملح في الآخر بعد ما بتستوي. هنا عندي حلة تانية أضفت زيت وسمنة، غسلت الرز وشوحته كده تشويحة بسيطة، وبعد كده بضيف له الملح والمية، وأول ما بيغلي بهدي عليه النار وأغطيه وأسيبه يستوي. وهنا عندي العيش قطعته كده مربعات وحمرته في السمنة، بجيب كده الطبق وأوزعه فيه، بعد كده بنزل عليه بالشوربة وهي سخنة. بعد كده وزعت عليه الرز، وبضيف عليه كده رشة فلفل اسود بس كده، وبوزع عليه اللحمة، ويبقى هو الطبق ده جاهز معانا. طبق سهل جدا وصحي ومفيد. يا رب يكون الطريقة عجبتكم، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.